بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجعنا مرة ثانية لمادة الفقه الصف الرابع. تفتح الكتاب صفحة 44، بارك الله فيك. وكنا أخذنا واجبات الصلاة، وقفنا عند التدريبات، وقفنا عند التدريبات اللي هي حقت واجبات الصلاة. أولا السؤال الأول بيقول: أقارن بين الركن والواجب من حيث أوجه الشبه والاختلاف. الركن والواجب يتشابهون في ايش يا شباب؟ في ان ترك اي منهما عمدا تبطل الصلاة. تبطل ليش؟ يعني لو انت تركت الركن عمدا او حتى الواجب عمدا صلاتك باطلة وغير صحيحة. لكن اوجه الاختلاف من ترك الركن سهوا أو جهلا، سهوا يعني نسيان يعني، أو جهلا يعني مش عارف الحكم، تمام، يأتي به وبما بعده، يأتي به وبما بعده، يعني لازم يجيب الركن مرة ثانية وإلا تبطل الصلاة، سواء كان تركه سهو يعني نسيان أو جهل. طيب الواجب يا شباب، من ترك الواجب جهلا أو سهوا لم تبطل صلاته، لم تبطل الإيش يا شباب، ولا يحتاج أن يأتي به، تمام، أقول كده أو نقول لا يأتي به، لا يأتي به، تمام يا شباب. ولازم نعرف إن في الاتنين هيسجد السجود للسهو لكن المكان ضيق شوي، تمام، ركز معايا، أضع علام الصح في المكان المناسب. الركن هنحط قدامه ركن، والواجب نحط قدامه. تكبيرة الركوع هذه معروفة واجب، تكبيرة الركوع، لكن تكبيرة الإحرام يا شباب ركن، تركها مشكلة. التشهد الأول واجب، تمام، قول رب اغفر لي هذا بعد واجب. سورة الفاتحة هذه نقول عليها ركن، لا تصلح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة. الجلسة بين السجدتين بعد ركن. قول سبحان ربي الأعلى واجب. الطمأنينة في جميع الأركان وركن يا شباب، ماشي، ركز معايا كده وحل معايا جزاك الله خير. ما الفرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير؟ التشهد الأول يعني التشهد الأول نقول عليه يا شباب واجب، تمام، لكن التشهد الأخير نقول عليه ايش، من يعرف؟ ها، نقول عليه ركن، تمام. أميز هذا سؤال، أميز هذا، هنخليه لك واجب مع الوالدة في البيت تحل إن شاء الله، تمام. تعال خش معايا كده وانتبه. بيقول لي في كل مجموعة مما يأتي مفردة تختلف عن بقية المفردات وحددها وبين السبب، يعني هيديك ثلاث أشياء فيهم واحدة مختلفة: التشهد الأول والتشهد الأخير والتسليم. التسليم ركن، والتشهد الأخير بعد ركن، لكن التشهد الأول إيش؟ واجب. فنقول الغريبة فيهم التشهد الإيش؟ تشهد الأول، تمام، دي المختلفة لأن هي واجب، والاتنين الباقيين إيش؟ أركان. اللي بعدها يا شباب تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع، قول سمع الله لمن حمده في الرفع. نقول إن تكبيرة الإحرام واجب، وقول سمع الله لمن حمده بعد إيش؟ واجب. لكن مين الغريبة؟ تكبيرة الإحرام. ليش غريبة يا أستاذ شعبان؟ نقول لأن هي ركن، تمام، تكبيرة الإحرام غريبة، تمام، لأنها ركن، عفوا تكبيرة الإحرام، ماشي يا أخوان. طيب الثالثة بيقول لي الترتيب بين الأركان والخشوع والطمأنينة. أولا الترتيب ركن، والطمأنينة بعد ركن، والخشوع ده سنة هناخده بعد كده. يبقى الغريبة في المجموعة دي نقول الخشوع، تمام، كنا هنا كتبنا تكبيرة الإحرام، عفوا الإحرام، وهنا نكتب الخشوع، والسبب إن الخشوع هناخده بعد كده إنه سنة من سنن الصلاة، تمام يا شباب بارك الله فيك. هنخش على درس جديد، سورة الفاتحة، كلنا حافظين سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لماذا سميت سورة الفتح بهذا الاسم؟ لأنها أول سورة في المصحف، تمام، أول سورة في الترتيب أو افتتحت بها سور القرآن، تمام، هي الأولى وبعدها البقرة وكذا لين توصل للناس آخر شيء. اسمع الحديث الجميل هذا عشان تعرف فضلها. عن أبي سعيد أو أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول عليه الصلاة والسلام يا شباب: لو علمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له الكلام اللي بالأزرق، إن أنا أعلمك سورة هي أعظم سورة قبل أن تخرج. ثم أخذ بيدي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مسك في يد أبي سعيد، تمام. فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ فأبو سعيد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، فالنبي قال: الحمد لله رب العالمين، يقصد بها الفاتحة، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فالفاتحة شباب هي ملخص للقرآن كله، ويكفينا قول الله عز وجل فيها: إياك نعبد وإياك نستعين، لأنها شملت جميع أنواع التوحيد وجميع أنواع العبادة. طيب السؤال الحين يقول إيش؟ من خلال الحديث السابق أستنتج فضل سورة الفتح وأذكر ثلاثة من أسمائها. ما هو فضل سورة الفتح؟ أكتب كده: هي أعظم سورة في القرآن. أعظم سورة إيش؟ في القرآن. وده اللي استفدناه من حديث أبي سعيد بن المعلى. طيب من أسمائها لها كذا اسم، من أسمائها الشافية، تمام، ولها اسم تاني اللي هي الفاتحة اللي احنا عارفينه، ولها اسم ثالث سماها النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني، لأن عدد آياتها سبعة، السبع الإيش؟ المثاني، تمام يا شباب. طيب معنى الاستعاذة والبسملة، تمام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة معناها ألجأ إلى الله واعتصم به من هذا الشيطان، الشيطان اللي هو إبليس وجنوده. الرجيم يعني المرجوم المبعد عن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم تفسيرها: بسم الله يعني أبدأ قراءتي مستعينا بالله. والبسملة طبعا بنقولها في أشياء كثيرة، احنا داخلين البيت واحنا خارجين من الحمام واحنا داخلين المزو، هكذا البسملة دائما تستخدم على طول. الرحمن ذي الرحمة الواسعة لجميع الخلق، فالله عز وجل يرحم حتى الكفار، تمام، لأنه يرزقهم، تمام، ويرحم جميع الكائنات من إنس وجن وحيوانات وغير. الرحيم ذي الرحمة، هذه رحمة خاصة بمن يا شباب؟ بالمؤمنين. ربنا جعلنا منهم. ونتوقف عند صفحة 48 ونكمل في الحصة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.